المعادلة الأمنية تصدرت المشهد العاشر بعد المئة للديربي. الاستعانة بكاميرات المراقبة معطى ميز كيفية التعاطي مع الجانب الأمني. الاحتراز من انفلات جماهيري طرح وضع في الحسبان، والسبب غلاء التذاكر. عيون من نوع خاص كانت حاضرة متابعة لخطوات عشاق الديربي. من جديد كاميرات أمنية ترصد شرعية كل تذكرة. المكتب المنظم للفريق الوداد البيضاوي لضبط الأمن وضبط كل التلاعبات اللي تتوقع في التذاكر وفي المسائل اللي الغير المشروعة اللي تدخل عن طريق هذا باش يأديوا الثمن ديال التذكرة ديالهم. وقمنا بوضع 21 كاميرا في الأبواب كاملين وفي النقط السوداء اللي توقع في هذوك التلاعبات اللي ما تتمكنش اللي تضيع الفريق المكتب ديال الفريق الوداد البيضاوي من المداخل ديالو. وتظل مسألة غلاء تذاكر الديربي الساخن أبرز مجلبة للجدل، جدل سيستمر إلى ما بعد النزال البيضاوي بالتأكيد، سيما في ظل انخفاض نسبة الحضور الجماهيري. 50 درهم اللي مقطعين سعد الورقة كتعيش عائلة فطور وغدا وعشاء، ولكتاب الله سحور لك انا يصور ها هو يدي. علاش الراجا كدير 30 درهم وما 50 درهم؟ قطعنا ب 70 درهم ها واش 70 درهم على البارح؟ علاش قول لي علاش كتلعب راسك دير 30 درهم؟ علاش علاش المكس المزيد دير 30 درهم؟ الشباب فارغه تماما، الجمهور ما كاينش، الجمهور شام الغضب ديالو على السي اكرم سمح الله بأن الجمهور البيضاوي سواء الجمهور الرجاوي أو الجمهور الودادي طبقة ديال الشعب، وكرة القدم هنا في المغرب طبقة شعبية. كان بديا للعيان إحجام عشاق الأحمر نسبيا عن تأتيت فضاء مركب محمد الخامس. جمهور الفريقين توافقا على مضض حول إجراء خالف تقاليد الديربي. صراحة 50 درهم قرياج راه شوية غالية بالنسبة لشي دراري، راك عارف طبقة فقيرة مساكن تيجيو يتفرجوا. 30 درهم شوية، 50 درهم تنشوف أكثر، راه كاين اللي ما جاش. وراه تنطلب المسؤولين ديال الوداد شوية ينقصوا من هاد الأثمنة ويتكيسوا على راه عندهم هاد الديربي. 50 درهم بزاف، ولكن كنتمناو اللعابة يعطيونا الأداء ديال هاد 50 درهم في رقعة الملعب. عادي دار 50 درهم ندخل، دار 100 درهم ندخل، دار 300 ندخل، شحال ما دار ندخل. راجع البيضاوي داخلين معمرين التيران ديالهم، حنا جمهور وداد ونخلصوا 1000 ريال حسومه بزاف. صور الاعداد والاستعداد تواصلت داخل الملعب، تحضيرات على كافه المستويات، وان بدت ملامح ارض الميدان شاحبه بفعل قله الجماهير والتي على قلتها استحضرت طقوس الاحتفال. لوحات احتفالية إذن ظلت كالعادة المكسب الأول في ديربي من ذهب.